تاني وكرر كل حلقة، الشيعة لا تملك سند صحيح على شروط الأصولية في علم الحديث رواه إمام عدل عن إمام عدل متصلا بالمعصوم إلى منتهى. من الآخر، كنا زمان وإحنا لسه ألف به في بحث الشيعة نقول لك لا يملكون سندا صحيحا عن النبي، لكن لما من الله علينا بالإنترنت بقى الواحد ابتدى يبحث في الكتب، والله لا يملكون سند صحيح عن أي إمام مش النبي فقط. أي تهذر وتقول لي أصل إحنا الكتب عندنا، ما إحنا بنتكلم مع معتقد مطاطي. السلام عليكم شيخنا، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. علي شيعي ولا سني؟ مرحبا بك يا شيخ، الحمد لله أنا مسلم شيعي. طيب الآن موضوعنا زيارة الأربعين يا علي، كيف تقوم الزيارة على لا دليل؟ تفضل. وهل هذا البحث يعني هو من أصول الدين مثلا يا شيخ، يعني ينفعنا وينفعكم؟ أكيد هينفعنا، إن المساكين اللي بيروحوا للزيارة شادين الرحال دول يعرفوا إن ليس لها أصل، يبطلوا الزيارة أساسا، ويعرفوا إن هذه لا تنفع الحسين ولا تضر الحسين بشيء ولا تنفعهم بشيء ولا تضرهم بشيء. لا طبعا أنا قرأت يعني على ما أتذكر إن الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما مات أو مات في السجن على ما أتذكر يقال إن أصحابه ومريديه نظموا زيارات لقبره، صحيح للمعلومة؟ والله يا فندم أول مرة أسمعها منك حضرتك. وإن فعلوا ذلك ونظموا زيارات لقبره فعليهم وزر واقع لا محالة، وهم أمام الله سبحانه وتعالى ظالمين بتلك الأفعال. شوف رد أهل السنة قطع إزاي، قطع الثبوت قطع الدلالة. ماشي؟ لا بإذن الله سأعطيك الكتاب والدليل الذي قال. أنا أتكلم دلوقتي فيما يفعله الشيعة رؤى العين اليوم، زيارات، أكل، شرب، لبس. أنا عايز أسأل هل في أداب لتلك الزيارة؟ فضل فضل. لا بالأصل هل يوجد منع لتلك الزيارة؟ يعني الأصل أنها مباحة. الإمام الصادق قال لا حداد بعد ثلاثة، فليه زيارة؟ لا هذا الحداد يختلف يا شيخ، الحداد يختلف عن الزيارة. يعني لو قلنا لا عزاء بعد ثلاثة يختلف يعني برضه؟ رزقني الله، سمحت لي يا شيخ بعبارة، أنا رزقني الله في يوم من الأيام رزقني الله أن أكون محتمرا في بيت الله في مكة المكرمة. بعد ذلك انتقلنا من مكة برنامج الحملة دار، يعني برنامج إلى المدينة، المدينة، وزرنا قبر النبي وزرنا قبر الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أئمة البقيع. هل يوجد غير في ذلك؟ لا. يعني إذا كان أكو مانع كان المفروض حكومة السعودية ومفتي الديار السعودية. بس في فرق يا أستاذ، عندما أشد الرحال لزيارة القبر، وفي فرق إن أنا كنت متواجد للعبادة أولا الحج وزيارة مسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كان واضحا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وقال ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. فأنا دلوقتي جنب المسجد النبوي فزرت الأموات، لا إشكال لدي في ذلك، مفيش مشكلة أن أنا أروح أزور الأموات طالما أنا جنبهم. السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحق. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم إلى آخر الكلام، ادعي لهم كما شيء. أنا بسأل حضرتك بقى أشد الرحال يا أستاذ، يعني في الموضوع عندي شد رحال وليس هي فقط زيارة عابرة، يعني أصلا زيارة واجبة في الفكر الشيعي الاثنى عشر، لماذا أوجبتم الزيارة للحسين دون غيره من الأئمة؟ لا شيخ، أنا قلت لك باعتبار أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في مباهلة. سؤالي واضح يا أستاذ، الله يسهل حالك، لماذا؟ ركز يا أستاذ، يا أستاذ علي ركز، لماذا؟ ثابت لكم، أنا إيش دخلني يا أستاذنا في أنفسنا أنفسكم؟ أنا بقول لحضرتك لماذا أصبحت زيارة الحسين واجبة دون غيره؟ لا يوجد وجوب، من الذي أوجب؟ هل هناك فتوى بالوجوب؟ لا ده في قول إمام بالوجوب، قول الإمام الصادق. عذرا أن صوتك يصلني متقطع، تفضل. بقول لك في واجب عن الأحاديث الإمام، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مسلم يقر له بالإمامة. رد حق علي. ممكن النت عندي ضعيف، كيف ماذا قال الرواية، ماذا تقول الرواية؟ تقول عن الإمام الصادق مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض. الكتاب ممكن الكتاب نتتبع سوية أو تظهرنا، أنا أثق بقراءتك ممكن. لا يا أستاذ اسأل أحد شيعهم، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين. آدي أخواننا الأحبة بارك الله فيكم، كتاب المزار للمفيد وسائل الشيعة يعني كثيرة، الواجهة في حاجات كثيرة. عايزنا أقرأ لك من إيه؟ تعال أقرأ لك أستاذنا من كتاب مثلا الأمالي للشيخ الصدوق،
وسائل الشارع الحر العمليه جزء 14 صفحه 455، ولكن نجيب لك بس كده عشان نجيب لك النصوص كامله الوارده في هذا الشان من كتاب المظله المفيد مليان، يعني عدد كما تشاء. ادي يا اخواننا الاحبه الروايه من كامل الزيارات على الشاشه. سمعني يا استاذ؟ نعم نعم تفضل. احتراما لشخصك الكريم. أن زيارة الحسين عليه السلام، جيب لك كده أنا بقى، أنت عشان أنت محترم أوريك على الكاميرا كمان. حضرتك شايف إيه يا فندم؟ كتاب إيه؟ اقرأ إيه معايا. نعم كامل الزيارات. بقول لك هنا إيه؟ باب أن زيارة الحسين إيه عليه السلام إيه؟ اقرأ. فرض وعهد لازم له ولجميع الأئمة، تمام؟ الى ان ياتي ويقول في الروايات. طبعا انت كده اديتك المصادر وبدور براحتك يعني في المصادر، بس عشان نمسك بقى كده ونتكلم مع الناس. بيقول اخواننا الاحبه بارك الله فيكم، من ايه؟ مروا شيعتنا اهو عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال، طبعا الباب اهو انا بقول لك السند بختصره، سند طويل. مروا شيعتنا بزياره قبر الحسين عليه السلام، فانه اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالامامه من الله عز وجل. قريت عنوان الباب يا فندم؟ وقريت الحديث يا فندم؟ لا شيخ عذرا، انت قريت لي راي المفتي. لا يا فندم، راي الامام، كلام الامام يا فندم. ادي يا فندم كلام الامام يا فندم، كلام الامام يا فندم اهو. اقرا كده يا فندم، حدثني ايه؟ اقرا انت بقى بصوتك، الله يصلح حالك. الله يفتح عليك باب الهدايه والصلاح ان شاء الله جميعا نحن واياك. اقرا يا فندم. على كل مؤمن حدثني ايه يا فندم؟ حدثني ايه؟ اقرا يا فندم الكلمه اللي واقف عليها دي. حدثني أبو أيوب. كمل. إبراهيم بن عثمان هذه. أيوة. عن محمد بن إيه؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام. جعفر عليه السلام. قال. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسن عليه السلام. نعم. كمل. فإن إتيانه مفترض. على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام. بالإمامة من الله عز وجل. قريت يا فندم؟ اه ممتاز. انا عارف يا فندم انه ممتاز، واحنا ما بنقدمش حاجه جيد جدا، احنا كل اكلنا ممتاز بصراحه. اذا حضرتك يا فندم لا اقول لك في المقابل، في المقابل تسمح لي بضع ثواني بعد ان استمعت لك. هات لي روايه امام بقى، ما تجيبليش قول عالم، هات لي روايه امام يقول بالاستحباب. لا لا اسمح لي اسمح لي ما أنا لا هت... اسمح لي انت بتاخد دينك عن العلماء ولا عن يا استاذ انت بتاخد دينك من العلماء لا ولا من اهل البيت؟ اسمح لي اسمح لي يا محترم يا أضع عيون حتى تنهي كلامك انا اسمح لك، بس اذا ما كلمتك بحديث عن اهل البيت حدثني بحديث عن اهل البيت بالاستحباب وليس بالوجوب، تفضل. يقول في صفه الزياره الشرعيه للقبور، من الذي يقول؟ ابن باز، الامام ابن باز رحمه يا الله. يا استاذ انا بقول لك خليك ابن باز الان، الله يصلح حالي. انا بكلمك الان في انكم اوجبتم زياره الحسين واجبه. لا من قال ليست واجبه بل هي مستحبه. امال الحديث اللي احنا قريناه ده ايه يا فندم؟ اسمح لي يا محترم اسمح لي. لا كل من جاء نحن لدينا اجري يلا عندهم احاديث، من لم يزور الحسين كان ناقص العيش ناقص الرزق ناقص اللي من زار الحسين زاد الله في عمر، من زار الحسين كتب له الحج كتب له العمره، من لم يزور الحسين كان في بيته وباء وفي بيته امراض يا عم تقول لي كل ده مفيش فرض؟ هو انا عارف ان انا بحاول اشخاص بلا عقل دي، انا متاكد منها، متأكد ان طالما العالم ما قالكش والله لو جاء اليك الحسين وقال انا قلت لك تلك الرواية هتقول له انت مش الحسين، السيستاني اشطر منك. ليه؟ السيستاني بيخليني اعمل اللي انا عايزه لكن انت مش هتخليني اعمل اللي انا عايزه. اصل ليت كل ما عندنا صحيح، دينك كله ما فيهوش صحيح، انا مش مشكلتي دي. تاني واكرر كل حلقة، الشيعة لا تملك سند صحيح على شروط الاصولية في علم الحديث رواه امام عدل عن امام عدل متصلا بالمعصوم الى منتهى. من الاخر كنا زمان واحنا لسه ألف به في بحث الشيعة نقول لك لا يملكون سندا صحيحا عن النبي، لكن لما من الله علينا بالانترنت بقى الواحد ابتدى يبحث في الكتب والله لا يملكون سندا صحيح عن اي امام، مش النبي فقط. ايه تهزر؟